المشروع ديال تهيل الأركان مشروع اللي هو مهم كيهم المنطقة ديال الأركان من الأقاليم من الصويرة حتى لسيدي فني وتردانت. هذا المشروع هذا يعني عطى نتائج مهمة. إن هذا المشروع جاء في إطار عقدة العمل اللي تدارت مع الفيدرالية المهنية للأركان والإدارة المعنية بتدبير هذه الثروة هذه بما فيها المياه والغابات والفلاحة والوكالات التنمية الواحات والأركان. كنلقاو أنه هذا المشروع هذا الحمد لله يعني في البداية يعني بدأ بواحد الوتيرة اللي هي ضعيفة شوية، ولكن من بعد التواصل ديال يعني ديال الأطراف وقفنا على واحد العدد ديال يعني شنو هما المشاكل اللي كانوا باش اللي كيخليو هذا البرنامج هذا باش التفعيل ديالو على المجال. وكنلقاو هنا الدور ديال الفيدرالية ديال ذوي الحقوق وتحل بيبان يعني الحمد لله ديال التشاور ديال التوافق على واحد العدد ديال المشاريع. ومن ثم ولات الوتيره ديال التدخل ديال الاطراف كلها طلعت الوتيره لواحد يعني المستوى اللي هو لا باس به ومشجع، ووصلنا لانه وصلنا دابا تقريبا النصف اللي كان مبرمج اللي كان مستهدف الا وهو 101 الف هكتار ديال التاهيل. وهذا التاهيل هذا كيهم واحد العدد ديال يعني ديال البرامج ديال العمليات بما فيها التخليف بما فيها محاربه الانجراد بما فيها يعني تحسين المراعي توزيع الاشجار المثمره الى اخره. وباش نرجع يعني للعنصر ولا التدخل اللي هو محوري في هذا البرنامج هذا فهو التخليف بشجيره الأركان. حتى هو بدا بواحد الطريقه اللي هو يعني كان واحد العدد ديال الاشكاليات بما فيها يعني الظروف المناخيه وكذلك التعرضات اللي ولات كتاخذ واحد الاشكال جديده اللي ما كانش عندنا نظرا للتغيرات في نظم ديال الانتاج في المنطقه وظهور بعد يعني بعد الاستعمالات ديال المجال وديال الثروه اللي في المجال يعني جديده الى اخره. وهنا كنلقاو انه هذا البرنامج هذا ديال التخليف حتى هو يعني مدرسه تعلمنا منهم جميع يعني الاطراف كاملين تعلموا من واحد يعني المشاكل اللي كتطرح الميدان. وصلنا انه خصنا نبدلوا يعني الادوات ديال العمل. وفعلا دابا كنلقاو ان البرامج عرفت واحد يعني التدخلات هذه عرفت واحد التغييرات فيما يخص الكم والكيف. وصلنا لانه دابا كتستعمل طرق اللي هي حديثه باش نضبطوا مثلا الاحتياجات ديال الماء ديال هاد الشتيلات هذه وكذلك فيما يخص المناطق اللي هي مؤهله والمناطق اللي ماشي مؤهله لهذا التخليف هذا وكيفاش انه كنعملوا على التتبع الاني في ظل التغيرات المناخيه اللي ولات حتى هي عنصر من العناصر اللي كتلعب يعني اللي كتاثر يعني سلبيا لهذا واحد العدد ديال التدخلات اللي كتسمى التدخلات البيولوجيه في المجال. وشكرا.